ننزل شبك العنكبوت، يعني ما حد دخل شوف العنكبوت لا يكون السلام. بسم الله في أحد حط شبك العنكبوت ذا لا تعرفون شوف الموضوع يا حد اسعد الله صباحك انت كل خير. يوم جديد معك من الليله المغامره الطلع العنبري من مدينه جده في مغامره جديده. مغامره الليله زي ما انتم شايفين في قصر مهجور، هذا القصر عليه كلام مره كثير. وانا دخلت على حظي الطاهر حقين شفنا مسافه المياه من كيفانين موري ولا شيء، المكان صار مليان موري. وانا تعودت حصنت ودخلت الحمد لله ربي هو الحمد. ونقول اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه. أنا دخلت الموقع سامعين صوت الماطور طبعا انتم هذه بدايتها. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. هذه المواقف معروفة يا جماعة، عادي كثر الأحداث اللي حصلت في المواقف للناس. شوف الكشاف، مشكلة الكشاف هذا عندي ضعيف، الكشاف القوي راح. الله شوف هذه الكشافات اللي معي. حسيت ظل اسود ان كان موجود ولا شيء تهيأ لي، فما ادري. قطو قطو بس بس يا جماعه، ترى بس هذه بس اللي مشيت سنوره سكات عشان الناس منعطي بعده لغات. Anybody here؟ مدخله من وين؟ الله هو الحرامي، والله هو الحرامي فتح السباكة. هذه الحفرة طبعا يا جماعة، في صوت
واو يا الله، هذا المكان اللي ابغى ادخل فيه. يقولوا اكثر مكان هذا لين الفخذ مو لين الركب. شوفوا المويه وين وصلت. يعني لو نزلت المويه تكون فوق الركب. والله ما ادري وش فيكم. بسم الله. اوه يا حد، ننزل. شبك العنكبوت، يعني ما حد دخل شبك العنكبوت لا يكون السلام. بسم الله. في احد؟ حط شبك العنكبوت ذا داخل عشان شوف الموزون. البسطات كلهم ما حط عشان انا كان نفسي ادخل هذا البدروم اشوف اللي فيه. ونفسي نفسي كان انزل تحت. يعني شوف تخيل هذا الاخير اللي تقدر تحط يدك وتطلع. صار ما سمعت صوت هنا فوق. الحمامات في احد؟ في احد عند البشر يا جماعة مو جني. واه سمعته. شايفين شايف الظلام؟ بسم الله. في احد؟
شايفين شيء هنا يا جماعة؟ بطفي الكشف. في أحد؟ شفتوا؟ شايفين شيء؟ والله في الظلام. الله المكان مرة كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. انت شايفين شيء يا جماعة؟ شوفوا شوفوا طفيت الكشاف. شفتوه؟ والله طفيت الكشاف. شوف 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 عيونه. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. شوف الظلام يبان. اختفى اختفى. شوفوا سمعنا الصوت اخوان. طبعا اخوان الآن راح اغير هذا وحاستخدم الفانوس هذه الشركة اللي قلت خلينا نستخدم نشوف قوة اللي طلعت كيف. شوف الجني ده. شوف عيونه. شوف ما هو موجود. بسم الله. ما خاف. بسم الله في الظلام بصور. شوفوا شوفوا. جيب أي صوت. بسم الله. تعست اللمبة يا جماعة. تعست اللمبة. لين هذه اللي ظهرت فين؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. في أحد؟ استخدم الفانوس. بسم الله. سمعته.
الحمامة طلعت. زغلول. أنا خوف من هذه الأماكن لا يكونوا فيها ناس ولا بشر ولا شيء. بسم الله خفافيش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. سمعتوا؟ بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. لا. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. غريب صراحة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله. بسم الله. والله شيء غريب. معلش يعني حاول تشوفه هذا كم معلق هنا فوق ولا كيف كان ولا اتحذف ولا ايش. شوفوا السناب اللي قبله، انا شايف شيء معلق هنا صراحه، ما ادري هو كان معلق هنا وطاح صراحه. شيء غريب. الاضاءه كيف واضحه يا جماعه. بسم الله. صوت الخفافيش. الله منا عذبك من الخبائث. شوف وراء يمكن أمه ما يقدر يتحملوا. يا جماعة الخير زي ما انتم شايفين هذه الحمامات. هو توقع ان هو you
ما تقدر تخوفوني. بابي شوي شفك لك باب قوة. تخيل انا نازل شيء يطلع كذا اسود وهو جاري من تحت مره حماس. اظن هذا السطح الاخير. من لابس كلافس ما اقدر امسك اي حاجه يا جماعه الخير. احس انه كويس والله في الغرف. المسؤول مره صعب. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله. في أحد؟ عيون شي حاجة. كان ودي بصراحة بقوة يعني إني أنزل البدرون. طارينا يا جماعة وصلت المكان الأخير، بس أنا أبغى أشوف المويه ليه وصلت. يا خسارة. في جن؟ إذا في جن هنا يطلع لي من أي مكان، ما عندي مشكلة ترى أنا أجيك. زي الخزان صاير يا جماعة. والله لو هذا كان دخلت جوا صورت. أخرج من الموقع. داخل ضايعني في الخروج الان. يا جماعه انا بخرج بعد شوي
الموقع. اكسجين ما في. والله كبير مرة كبير، ما حقدر أغطي نهائيا. صوت الوزغ البرصعي نعيش المغامرات وأجوائها. بسم الله.